لو بروجي ديالي سميتو بوكيني. بوكيني هو واحد لو بروجي اللي كيفيزي لي ليفغ. شنو هو الهدف منه؟ اننا نديرو ان اشونج نتاع لي ليفغ ما بين الناس. يعني كنكريو واحد لابليكاسيون. هاد لابليكاسيون كتكتب فيها لي زانفو بيرسونيل ديالك وكتكتب فيها لا ليست نتاع لي ليفغ اللي عندك، والاخرين كيديروا حتى هما لا ميم شوز. دوكو من كتكون تقلب على شي كتاب كتحطو وكيخرجوا لك دوك الناس اللي عندهم داك الكتاب باش تقدر تدخل معاهم اون كونتاكت ودير معاهم سوا ان اشونج سوا تو نيغوسيا افيك او باش دير معاهم اون فونت ولا شي حاجه.